الوقفة هذه هي أساساً متعلقة بجلسة عمر العبيدي الثانية اللي الجلسة الأولى في 13 جانفي في الفارق ما حضروش المتهمين. اليوم الجلسة الثانية جينا أساساً بالصوت العالي باش نقولوا ما نحبوش حق عمر يضيع، ما نحبوش تكريس ثقافة الفلات من العقاب، خاصة أنه أصبح المؤسسة الأمنية الجهة الأكثر فلات من العقاب في البلاد. جينا اليوم وجبنا صور كل ضحايا المؤسسة الأمنية من عبد السلام زيان، الأحلام الدلهومي، الوليد دنقير، إلى أيوب بن فرج، إلى كل الشباب الذين قتلوا ملفاتهم ما زالت مفتوحة إلى اليوم والقضاء ما فصلش فيهم. هذه وقفة أولى باش تكون تحضير إلى يوم 31 مارس القادم اللي باش يكون اليوم الوطني إن شاء الله لمناهضة الفلات من العقاب في تونس. المجتمع المدني اليوم ينظر لقضية عمر فقط، مش فقط في جانب الفلات من العقاب ذات العشرية كاملة، لأنه مش عمر فقط اللي تم قبر مآل القضية بتاعه، وإنما كل ما كانت هناك انتهاكات بوليسية تلت هذه السنوات كانت مآلها يا إما الحفظ يا إما الإطالة في المسار. والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية اليوم بصفته أحد مكونات المجتمع المدني قام بالقيام بالحق الشخصي في قضية عمر. المساج اللي نحبوا نوصلوه أنه لا الإفلات من العقاب أولا، اثنين لا الانتهاكات البوليسية، وثلاثة من أجل الحقيقة والحقيقة كاملة في كل الانتهاكات البوليسية اللي صارت 13 سنوات. أمه مريضة تو نعاني فيها، فهمتني؟ أنا زاد مريض وخرجت من الخدمة، فهمتني؟ يعني ما نحكي لكش الشيء اللي صار فيا انا وامه، فهمتي، واخوه واخواته، نوم الليل مع الجيل باهي ما رقدش. انا امه البارح ما رقدت، وليت خايف عليها ساعه ما ساعتين تاع الليل، وعمر يحكي عمر خلى البرها وباش نمشي نجيبوها وكذا، هاي باش نمشي للجبانه. انا اليوم جاي قدام المحكمه لهنا، فهمتي، طلبهم باش ينصفوني، على خاطر انا صاحب حق، مانيش نتبلى عليهم، انا البوليسيه ولا وزاره الداخليه نتبلى عليها، انا صاحب حق. انا عندي ولدي عمره 19 سنه، فهمتني، ربيته 19 سنه ولدي هذاك، فهمتني، في ماتش نتاع كوره، فهمتني، يمشي يجيني في صندوق خويا. اليوم مسانده كبيره من عند احباء جماهير النادي الافريقي والجماهير الكرويه بصفه عامه ومنظمات المجتمع المدني وطيف كبير من المحامين المناضلين اللي جاوا اليوم يعبروا مساندتهم لهذه القضية. اليوم ماذا بينا أنه القضاء يتحمل مسؤوليته في كشف الحقيقة وتحميل المسؤوليات، باعتبار وأنه المتهمين تمت إحالتهم من أجل جرائم مخفة هي القتل غير العمد، في حين أنه ثابت وأنه عمر تم إلقاؤه في البركة وتم إرغامه على السباحة وهو ما يعرفش يعوم، وبالتالي تم إغراقه. عمر كما تعرفوا كذلك عنده أثار ضرب، معناه هذا أثبت التشريح، وبالتالي نعتبره أن قضية هذه مش قضية قتل على وجه الخطأ ولا بسبب الإهمال والتقصير، بل هي قضية قتل عام. اليوم المتهمين ما نعرفوش باش يحضروا ولا لا، ماذا بينا القضاء يتحمل مسؤوليته في إصدار البطاقات القضائية في جلب المتهمين هذوما، ونحن رانا من دعاة كشف الحقيقة والمحاسبة. راهو كي نقولوا المحاسبة مش معناه نحطوا الناس في الحبس، لكن الناس لازم تعرف شنو صار، واللي عمل حاجة يلزمه يتحمل مسؤوليته قضائيا وجزائيا ليكون عبرة لمن يعتبر، وباش ما تكررش الحاجات هذه في المستقبل، وباش كل واحد ياخذ حقه، وباش ترجع العباد تمن بالعدالة.